حاضرين ما حاضرين. السلام عليكم. فيديو تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لي امرأة مسنة تدعو لي أبناءها أن يأتوا إليها. قام الأبناء بالتخلي على أمهم المسنة بالرغم أنها مسنة تخلو عنها بالكامل ولا يخبر عنها ماذا تعمل أو ماذا تأكل أو ماذا حدث لهذا المسنة. تقول لأولادها: تعالوا ولا تتركوني في الشوارع وأنا ارتعش من البرد. الله يهديكم الجنة تحت أقدام الأمهات. الله المستعان خاطي، الله المستعان. ماكس دير باطاج خاطي باش تحكي لهواري وليدها. هذه بناتها ما والش راهي في قهوة شرقي صابوها خاوتنا ثم الله يحفظهم ووقفوا معاها. خاطي ماكس دير باطاج باش تحكي لوليدها يا ربي في بيتها. بناتها هذوما حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ارموا الأم ديالكم الجنة راهي تحت رجليها. أمك ثم أمك ثم أمك. الله ما تربحوا ني دنياني آخر، ني دنياني آخر. اسمعوا مسكينة وش يقول اسمعوا. هواري مرة الواحد اللي يديني بابا راني في لاكان انا عند تمام في الدرجان قهوة شرقي. قهوة شرقي يما قهوة شرقي. قهوة شرقي راني ام غير ما شديني مساكن ربديني دايرين بيا الواحد يدير واحد ارماتني قتلت ارواح وشاتك ارواح يما كانت دير الله. من المنبر هذا ليكم انتم البنات اللي رميتوا يماكم بالشهر، اقسم بالله ما حتربحوني دنياني اخر. ومام زعما كو حبيتو تاخذ بنو حياتكم دوكا، والله حياتكم مبنيه على الباطل. وان شاء الله يا ربي هاد الرجال ولا الراجل اللي يعرف بلي هاد انت رميتي ما كلش راه ان شاء الله يا ربي يطلقك، الله يا ربي يهجلك ان شاء الله. كيكم الرب ان شاء الله لدرجه ما كاش رحمه، خلاص ما تعادش رحمه، اي بل بدون رحمه صاي باش نحترمي ما تحاجز حاجه كاتاستروف. باقي يعجز اللسان عند التعبير. ماكس دو بارتاج خاطي باش نحقق الوليد الهواري. لا حول ولا قوه الا بالله. بيقصكم بيقصتمكم بيقصتمكم للشارع. عطيني قلبكم نهرس به فاطمة، قلب بتاعكم نهرس به فاطمة، طيح به فاطمة قلبكم ما طيح به فاطمة. حسبي الله ونعم الوكيل. ما فهمت انا جبتونا الدمع على صباح ورا قلب ورا الرحمة اللي عندكم انتم ولدتكم كبرتكم قيسوها. الله يهديكم ربي يكشفكم يكشفكم. تبغى تردوا على الله يكشفكم يكشفكم. خي عايشه معاكم المر باينه راهي عايشه معاكم المر. ما خصنيش نقول هذه كلمه تاليه. عطوني قلبكم نهرس به بعطيهم. السلام عليكم.